السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجد الخبر وصل لنا 23/8/2023. الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى أريد أشتري عسل. أنا عسل موجود، وهذا مجد كبير ما شاء الله تبارك، ما شاء الله كبير جدا. والآن إن شاء الله أشوف العسل، إن شاء الله أشتري عسل أشوف بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم حبيبي؟ سلام، اي دقيقة بس. السلام عليكم. كان باشل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عربي كردستاني عربي تركي؟ وكان السعودي؟ رب العالمين في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا في شفاء للناس. الله أكبر. رب العالمين يقول في القرآن العظيم في هذا المجلس الثاني إن شاء الله. في هذا الجامع الكبير الان. السيده تكريزوني من اسطنبول نستا تشند ابو تشند ديما مساعد مبكا شارسات بينجي شارسات بينجي شارسات باشا شارسات بومن باشا سر تشاون ادي ابو تشند. وهذا اخوان يقول له ابيع ب 400 يقول هذا شارسات اي شارسات تخلي يقول لك كيلو اذا اجيبه من دكينه على كيلو تشتري باشا اصلي ما انا وياه يقول 400 تلا يعني تركي يعني تلا يعني ليره 400 ديل. نعم هذا مع الاخوان المحترمين. هذا السلام عليكم. هذا المسجد الكبير صلينا صلاه العصر مع هذا الاخ باشا تشارلز بن باشا يقول مو مشكله ب 40 تلا اعطيك اياه تلا. وهذا 400 تلا، هذا 400 تلا. ونشوف نافيتا تشي. السلام عليكم. عارف سيد عارف تخل كيكري واني سر تشافا خوش حالم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وصل اللهم على قال تعالى بالقرآن صاصم يقول عليكم بشفائنا العسل والقرآن. صاصم يقول خير الدواء القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.